عسلامة، مرحبا بكم. كوتش هويدا، مدربة محاضرة دولية في كرة القدم النسائية، وإطار سامي بشركة خاصة. مشاكل كرة القدم النسائية في تونس، أولها مشاكل مادية اللي هي أهم حاجة، هذيك التمويل، التمويل بالنسبة لكرة القدم النسائية. مشاكل في الملاعب، مشاكل في لي سونتر دو فورماسيون، لي سيونس دونترينمون يبداو 8 متاع الليل، انت بنيه تبدا تترينا 8 متاع الليل في بارك الكلوب ولا بارك ليسبيرونس او نامبورت او، وتسكن في وادي الليل. قل لي انت معناتها سيونس دونترينمون معناها قداش؟ ساعه ونص. اوكي، ساعه ونص ما كملت، ما بدلت، ما دوشت في الشتاء، ما خرجت ل 11 متاع الليل، ل 11 متاع الليل، لحدي العشرة ونص، لحديش غربع تبدأ معناها مروحة. شنو وإحنا معناها مازلنا معناتها في بريود مازالت بعد الريفوليسيون، بلادنا دخلت بعضها شوية، تخوف الراجل يخاف أنه يروح لوتار، ما بالك بنية. صاروا مشاكل، صاروا براكاجات، صاروا ديزاكسيدون. فما راهم دي كلوب ما يعطيو حتى شيء، فما دي كلوب يحبوك تعطي وهما ما يعطيوك شيء، فما دي كلوب مخدين حق الجوارات كلك سوا معناتها في الديفيزيون 3 والديفيزيون 4 بنات والا اولاد، يجيك ويترين في دي كونديسيون معناها تبكي. حتى الفستير ابسط الحاجات ما فما فستيرات معناتها مكسره، ما فماش حتى معناتها انك باش تدوش باش تروح يقول لك برمشي روح، وصلت ولا ما وصلتش. علاش انا وقت اللي انت تكون مسؤول عليا في التيران، معناها كل مربع هذاك نخرج من باب التيران واللي انا مسؤول على روحي، تحبني انا نعطيك روندمون 100% وانت ما تعطينيش معناتها الموندر دو شوز، معناتها ما تضمنليش حتى انا كبنيه باش نروح مثلا تعطيني معناتها ان ترونسبور باش نروح بيه. بعد كي تصير لي اكسيدون او بيان انا تصير لي اكسيدون في الشارع، شكون مسؤول؟ يقول لك كي تربح الماتش نعطيك البريم دو ماتش، وبعد دو تروا ماتش يقول لك تاو الكاتريام ماتش، وبعد تتعدى مثلا كوب وبيان شامبيونان. ما فماش معناها تمويل. سي بوغ سولا ريت البنات اللي قاعدين يمارسوا في كره القدم راهو غرام. علاش باش نقول لك غرام؟ ما فماش حاجه تشجعك. علاش توا ولاو كلهم يفركسوا باش يمشيو معناتها للخليج، يمشيو معناها يلقاو معناتها دي كونترا في الخليج، مسكوت عنه في كره القدم اون جينيرال، مش كان في كرة القدم، في لي سبور الكل. الكواليس، الفستيير، شنيا يصير في الفستيير، وشنيا يصير في الدوش، وشنيا يصير في التيران، وشنيا لغة العينين، وشنيا بارفو المشاكل اللي نسمعوها، العلاقات المحرمة، العلاقات معناها ما بين لي جواز، كما نقولوا احنا كيفاش نجم نقولها، يسمى السحاق. فوالا اكزاكتومون قلت لي، خاطر انا كيما قلت لك معناها كتجربتي في كجواز، في انا لعبت في برشا معناها جمعيات، راو انا كي نتكلم نقول هكايا راني مانيش نمس من قيمه اللعبه ولا من قيمه الجمعيه ولا من قيمه لي ستاف ولا من قيمه الجامعه لكره القدم النسائيه ولا من قيمه المراه. نو سي با سا، لاني انا ديما نحترم معناتها الاختيارات ونحترم الميولات، ومي ديما نقولوا احنا مثالش نحاولوا ان معناتها نتفاداو معناها الظواهر هذيا، لانها اول حاجه ماهيش نتاعنا، ثاني حاجه فما شكون معناتها ياخذها ك يقول لك نحن عايشين معناتها في عصر التكنولوجيا وكل شيء معناتها حلال وبوركوا با ما نجربوش. نو، مش كل حاجه رانا نجربوها، فما حاجات ماهيش نتاعنا، فما حاجات معناها خط احمر معناها اون بو با معناتها ندخلوا. يقول لك راهو غادي بير، راهو بير، راك تحت ما عادش تنجم تطلع، فهمت؟ دونك سي با فاسيل انك باش تمشي تشد معناها ثنيه تدخل لها باش ترجع تنجم تعجبك تكمل فيها، اما انت ما تعرفش على النتيجه نتاعها، ما تعرفش على اخر ثنيه وين باش توصلك. وزيد فما كيما نقولوا احنا فيروس دخل البدن، سي با فاسيل انه يخرج، راهو الفو معناتها برشا وقت وبرشا صبر، كيما معناتها كيما نقولوا احنا كيما الادمان، انسان باش يدمن على حاجه سي با فاسيل انه معناتها يرجع لها. اون بليس دو سا راهو مش كان في كره القدم النسائيه، في السبور الكل، في السبور الكل موجوده الظواهر هذه. انا كرياضيه راني انا كنت اتليت ولعبت هاند
وبعد عملت فوت وبعد وليت مدربة ودخلت معناتها دخلت في السبور كل معناها كيش نحكي نحكي من تجربة. وي سي فري عشت حالتها عشت كجواز اللي بارفوا راهو انت تدخل في ملي من سبور انديفيدويل باش تمشي لسبور كوليكتيف فما فيستير فما ادواج فما جروب نتاع بنات باش تتواجدوا في بيت واحده في فيستير واحد فما حاجات فما ظواهر تنجم تشوفها من الاول ما تفهمهاش لكن مع الوقت وعد تكتشفها حاجات بيزار حاجات تولي انت تخاف على روحك هذه صارت لي معناتها لأنا ما حكيتهاش حتى مرة. كجواز معناتها صارت لي معناها مضايقات أما الحمد لله معناها تعديتها وخرجت منها يعني قلت لك مضايقات نسوية مضايقات نسوية فوالا دونك يسوختو معناتها الحمد لله معناتها الستاف اللي كانوا معنا وقفوهم معناها عند حدهم ويقولوا لهم معناها إكس وإكغيد وإكغيد وزيد هذوكم معناتها خط أحمر معناتها إنو فو با معناتها تحاولوا أنكم باش معناها كيما نقولوا إحنا كيف معناها كمدربة صارت لي برشا مضايقات بارفوا معناها لازمك تكون أنت سيفير وتكون ديسيبليني كيما نقولوا إحنا تعرف اللي فما بويسك انت جواز معناها كي تخزر للجواز تفهم كيما نقولوا كيما انسان معناها كان يمارس فيها معناتها كرة القدم وكان في الفستير ويعرف الكواليس ويعرف كل شيء وكي يخزر معناتها فما تصرفات تفهمها انت هي تحاول انك انت تتعامل معها معاملة سبيسيال شوية وقت اللي انت تكون معناها سيفير وديسيبليني من الاول تحكي معناها تقول راني انا ما نحبش الزايد معناها في الجروب هذايا اللي عنده حاجه بعد ما تيرا معناها خليها لبرا انا كلامي هذايا مش انا نقول فيه معناتها باش نهرب والا باش نخلي معناتها الام ولا البو انه يبعد بنته معناتها من لونتوراج نتاع الفوتبول ولا نو راهو مش كان في الفوتره راهو حتى في المدارس في الفوايي في 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 لي زاندستري دونك راهو هذوما موجودين الحاجات هذية موجودة بارتو في الدومينات الكل ماهياش كان في الفوتبول علاش نحنا نقولوا في الفوتبول خاطر الفوتبول سي فوتبول معناتها كرة قدم هذيك حاجة تخص الرجال أما راهي الحالات هذية والظواهر هذية موجودة بارتو باهي بالنسبة لزيبيان راهو مش كان في السبور يعني نقولها ونعاود ديجا في العالم الكل موجود معناتها في لي سيكتور الكل مي مسكوت عليه وماهوش ظاهر وما يتحكيش فيه اما الظاهره هذه موجوده راهي موجوده بارتو موجوده بارتو وفي العالم الكل مي مسكوت عليه هو مرض وان شاء الله وماهوش متاعنا في الاخر نقول راهو نشجع انا على السبور والرياضه معناها الفوتبول في ميناء راهو موجود وقاعده تتحسن وجوست شوية نوعيه بناتنا ونوعيه أولادنا من الأول ونحكيه وراو هذية حلال وهذه حرام وهذه مديش وهذية توصل لهكا وهذه توصل لهكا وهذه راي طريق مسدود هذيك احنا اللي ناقصنا نحن فما ديوسي جي معناها ما نجموش نحكيه فيهم اليوم شو مساجك في كلمتين للاعبات السحاقيات شو تقول لهم كوتش بون مشكل للاعبات اللاعبات واللاعبين نقول لهم كوراج ما فما حد شيء صعيب كيما الادمان النجم احنا نتعداو ونرجعوا معناتها للتا نتاعنا كيما كنا زاده كيف لا ميم شوز راهو ما هوش معناتها حاجه لازمها تكون ولازمني انا نكون ولازمني نجربها مش كل شيء راهو نجربوه مش كل شيء حلال ما هيش متاعنا الظواهر هذه ما هيش متاعنا ما عندها وين باش توصل خلي اعمل سبور للسبور وكهو وبون كوراج وانا ديما نشجع انا حتى كي نلقى معناها عندي معناها كيلكو معناتها ما تفهم بنات عندي في الجمعيه نحاول انديريكتومون باش ننصحهم باش نبعدهم باش نحاول نكون لهم انا معناتها طبيبتهم النفسانيه يحكيوا لي يحاولوا يخرجوا معناتها منك السيتوياسيون هذيك خاطر مالها الا معناتها راها انا مرض معناها كيما اي مرض معناتها نفساني وكهو كيف
كلمة حرة في دقيقة من زمان شنو تحب تقول؟ كلمة حرة، فيف المرأة التونسية، وإن شاء الله ديما المرأة التونسية متألقة في كل الميادين، وإن شاء الله الجامعة التونسية لكرة القدم النسائية إن شاء الله يا ربي معناتها في العوام الجاية تكون معناتها عندهم لهوة خاصة وإمكانيات، معناتها إن شاء الله يعملوا لهم يلقوا لهم حلول وتتحسن معناتها مخير وبون كوراج، وميرسي بيان على الباساج هذايا، وميرسي معناتها طول الستاف اللي عطاوني الفرصة هذه باش نحكي في الممنوع من الكلام.